أنت العليم الحكيم. كتاب القرادي، القراد والمضاربة بشغل والمقاردة أبهر سجي شيء أن يدفع إليه أي شخص مالا، أن يدفع إليه أي إلى شخص، ها أن يعني أن يدفع صاحب المال إليه يعني إلى شخص مالا، مالك يدك ليتجر فيه والربح مشترك بينهما. عين وقع كما قوة يعني مثلا مالك يدك و أبي مالي دا تجارتك كذبي أشترى بي بري و بي بري تجارتك و كار بورتاقي. ودليل صحته إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يعني حديث تنا إجماع الصحابة ماله. ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، شرطة جبوا صحة في قرادة را كو جرى مال مال ما نا سيدا كو إجا باز مثلا بدأ بالي بيب أرتاقي خويك أو جناك في قسم دينك يا أو مثلك يا إبني ها راست عين أو يا تجارة دنة ها أو يا تشتك يا إبني أو تشتك يا إبني أيوة راست أو يا تجارة تجارة دا گره مالی که بدیه که گره چه به؟ یا دیرهم به یا دینار به اخ هم در خراب دیر هم در گره دیرهم و دینار خالص به نه اوه قارشق به. فلا یجوزو علا تبرین و حلین و مخشوشین، یعنی تبر اوه اوه که هی اوک نبیه آره نبیه پرچه ای نبیه زیر یعنی کلینچه مجرا کلینچه و حلين لسر الشخري قشرة بيريكا وما شما قشرة بيريكا نابا؟ قشرة بيريكا نابا لا حلي قشرة بيريكا ها؟ حلي شو شي يعني مثلا وكي موريك موريكا فلان بيغانات شي وابا انا نابا تجارة وكا ام بيجي مثلا اقود الماس تجمش تبسا جبوي سوسين او جي فرد كن اما نا نازل لا من اللي تمحليها دكاري تجارتي فرابت الدائن وان فراب بيتي فلان كان فراب دتا بيتي مثلا حليه بيليكا بسين خشلي وان كيه اقود شيء اقود ياقود مرجانا زنم كيه كاريبانا اوان موريكي كونا تشتي كو هنه اوانا وقتا كنت فراب دي بتجارت بمعنى بكي دبايا دي صورت دي فقط أبانا سرميان ولا رخ نعم نعم ومغشوشين ومغشوشي يعني أبيك مثلا زير خالص لنا زير أو أمجن زير زيب نعم خصنا يا زير باقر نعم خصنا أو جنابه تمام من الدراهم أو الدنانير مغشوش ما جيش دراهم ودنانير رابه نعم يعني پري خالص لنا دينار başka zir ve gerek başka madde tedi bir hem gerekli ve başka madde tedi. Evet. Tamam. Böyle. Ve urudin. Ya mal-i ticareti. Ev cinabe. Ay, uruc yani mal cinabe. Gerek Arab. Ve filusin. Ve filus cinabe. Gerek zir ve bugünkü Türk parasıyla olmuyor. Yani gerçek ne parayı, kağıdı. Ya zaman valla evi fakal gori, ne gori fakal bereye. Ana ve gerebe ve ana çünkü fülüs ketiye ci dirhem ve dinara. Ana da ben. Ana da ben. Ve qile yecuzu alel makşuşi raici. Makşuşi. Kudu payası da raici ve abine ilo fülüsci raici ha. وقيل يجوز على الفلوس وقيل يجوز على الفلوس قيل راس تيلو ماله ومعلوما جرى معلوم به يعني هما اي مال معلوم به فلك النبى اللي بدك يباشي باب كمان فلا يجوز على مجهول القدر مقدار النبى اللي به تيدا قيل نابا قال ابن يونس اكتر في تجارة جبك والمات جرى مقدار دي تري بلي تجي بش ميري او جي بش ميري قال ابن يونس وغيره او الصفاتي او الصفة يعني
قوتيا شي قوتيا معلوما قوتيا فلا يجب على مشهور القدر او الصفتي اه لك صفتي لا بجوا يعني مثلا زيرا زيبة شيء او جنوبة يعني صفتي لا بجوا مثلا امرن تمام فرا اما بي فريانكا شيء كيجا فرا يعني ترك فرسي المان فرسي يو يورو اورو دولار دينار شيء اخر جرى بلي تمام مكثرة بالصحاحة مثلا ما تسأل ملي معينا 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 جرى بلي بشي و معينا معلوما معينا معلوم معين يعني فرقوان شيء دي تبيكي أبانا نابن أبانا نابن بي بشي دابد بي أن يدفع إليه مالا يتجد فيه والربح مشترك وجب شرط وأنا شايف مشترك ويشترك في رسالة كل المال الدراهم ومعلوما معلوما يعني مقداري بليل مقداري بليل معلوما جنسي معلوم نعم قدري بقدر مقداري بليبه أزرو معلوم معنا مقداري بليبه معلوما مقدار مقداري بليبه ومعينا إجا جنسي إجا جنسي بليبه جراء أذية إجا جنسي بليبه هم جنسي يعني كازيرا كازيبة ها جراء أوج بليبه هم أو بريقو معلوم الشيقو معلوما معلوم فلا يجو على مشهول معلوم القدر به ومعينا تمام مقداري بليبة أضي فريد ها تمام وقيل يجوز على إحدى السرتين إحدى السرتين إحدى السرتين يكشفان هردو جنسا يعني هردو كيسا هردو كيسا يكشفان هردو كيسا وبيجد به المتساويتين في القدر والصفة يعني هردو زيرا وهردو الصدحة بزيرا يا هردو زيمن يا هردو الصدحة بزيمن بله كأن يكون كل منهما ألفا صحاحا ها صد يعني حزاري نشكون دينا يعني هاد جي هاد أفضل هاد تساب يكي كاري تجارة ما بين من خدا بكي زبا شكو هاد جي وقع يعني وقع بله قال في الروضة فعلى هذا يتصرف العامل في أي ما شاء فيتعين للقراضي جمونا في آلمين معينة بلية چنكي يعني صدق على هذا يتصرف العامل عامل إيكو إيكو التجارة إيكو تاجرة يعني أري تصرف إيكو في أي ما شاء دوا هدو تساس في هذا مالي فيتعينوا معينة بأو إيكو عامل بقرات معينة بالقراض قراض أو معينة أري وفيها كأصلها يعني ده الرودي ده بقى أصل الرودي لو قارد على دراهم غير معينتين ثم غير معينتين على دراهم غير معينتين ثم عينها في المجلس لو قارد اگر تجارتك على دراهم سنك درهم غير معينتين نبلي ثم عينها في المجلس ايجاد بيد هات ل المجلس بيعيد أو أوقص السري على بيتكم قطع القاضي والإمام بجوازه دبا يعني بري تكو تجارة بيبك بلي نكيرة بيضة هاتية بلي كيرية دبا كالصرف والسلم وقد شوى ده الصرف والسلمي ده دبا دبر داجي دبا شوى يعني صرف والسلمي يعني ده بيع سلمي ده نوصا كالصرف صرف او تبديل طرب فره دقش تكي فره دولار تكي اورو اورو تكي ترك فرسي ترك فرسي تكي انجليس فرسي او تمام صرف او ايه مثلا اولي نبالي يبيع فرس طرف يعني كاب بمت با صراف يا دقش كي ايه اما قلش طرف بجا دقش كي بتشي قلبي دقش كي بتشي تلي والسلامي مثلا عقد السلام تتكي مثلا أبي تشيكو تلا أوكي رأس المال
بس المال سلمي. اه. يعني كا سلا بازارا جنم دكي بيجي ب أفقاصا أما في فري يعني كا باش بتبلي بكي حين عقد سلمي دا باش ببلي كلنا. دبا. وقطع البغاوي بالمنع. قلت يا سري أول كنت أستين بكي كي قرب لي بكا دبايدا بشتي بازار ورد مجلس دا بلي بكا نوبا. وعبارة الشرح الصغير عبارة الشرح الصغيرة جاز قلت وفي التهذيب أنه لا يجوز. أوه يكل يكين أنا وفي المحرر وغيره لا يجوز أن يقارده على دين في ذمته أو ذمة غيره. لا يجوز أن يقارضه. تمام. ماله؟ ومعاملة مقارضة بك على دين في ذمتي. بهذا يا فندم تدور طاغي من هذا السر حساب من الترنان مثل حساب من تجارته بك جمع. يعني يا في ذمة غيري يا خد شيء بعضي مدا في التريان كنا. ها يعني تبي هلا بدين على بيربك. نعم. يعني أنا بك ترى أيدي من أجل بدن شيء بدا ترى تسيم ملك ناكي. أبيا أبيا نابا قيراد نا بازارا يندرسنا. مالي و ومسلما أزورا ومسلما إلى العامل جرى تسليم جبك يعني مال تسليمي أبيكوا على فيري تدابك يا غير مال تسميك يا كين فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك شرط بك يا بيت على فيري كم فرا غير ده سمي دابه أبي أنا ما فرا نام جت بك يا بك بس تنا فرا تستن تيوري فرا جبا يبصنا نعم يوفي منه ثمن ما يشترى العاملون كون المال مالي في يد المالك يوفي منه ثمن ما يشترى يعني يوفي منه ثمن ما يشتري يوفي صاحب المال يعني منه او جوي بده ثمن ما يشتراه العامل وعامل تشتغل كبيره او رابع في طوي او خوي المال بده نوم كنت بي امينيني دب جي برد دب جي عشي برد وكنت بي اميني تسليم بكي كبير شغالة بلا هوكا لانه قد لا يجد عند الحاجة احتياج بها هي رابع اللي بي خوي المال بقرة ولا برا بده كيف فلان نابوس لأنه عامل قلا يجدونه موجود فرنابة عند الحاجة احتياج بها أو هرش كده ويبينه ماله إن هرش كده يما البيب ماله ولا شرط عمله معه قال الشرط نكا نبي كتب مرة بشغلي يعني أس كده بتجي مرة بشغلي أخوي مال بيجي نعم شمال لأن انقسام تصرفي يفضي إلى انقسام اليدي يعني أبقى تعمدنا كو هردو تصرفاتي وانت لا تشبه أبيا سيرتي بال انقسام دستك دست شي شب آيد به دست من آيد دست آيد دست بي قام يجدو دو تجارة نعم نعم تجارة نعم بله ويجوز الشرط عملي غلام المالكي معه على الصحيح درسته ببيجي برا كولي من برا خزمات شيء من بترى بشغله دبا يعني تمام اذن مالي تسليمي ذات كم بي على بيلي بك اما برا خزمات شيء مجي بترى با توي تبيها بشغله دبا والثاني لا نابا خزمات شيء تسليم بك كشرط عمل السيدي عين وكا عمل السيدي شوا بعامل راندبو غلام مالك جي بعامل رنامة شمال لأن يد عبده يدو دست كولي ودست ويه دست جيف آيير من دست عامل آيير ودست مالك آيير وفرق الأولاء أبي أول قد با غلام با وفرق الأولون أبي أول قد با يعني كغلامي برابد با بأن العبد سرطك بغلام قرب طرابد با شما بأن العبد مال عبد خشي ماله فجعل عمله تبعا للمال خزمته وجي او جي تابع مال مالكه بخلاف السيدي سيدنا حسين بل نعم انضم الى عمله ان يكون بعض المال في يده او ان لا يتصرف العامل دونه فسد العقد قطعا انضم الى عمله يعني بقينا عمله يقول ان يكون بعض المال في يده يعني هنك مال ده دست خوي مال ضابة أو أن لا يتصرف العامل دونه ياجي ببيجة
تبي من قالت تصرفاتي تبي هذا لك تبي قسمي لك أنا بيجي نعم أبي انضم إلى عملي تمام تبي برا أبترا بخبت كل الدرع ما تشكي بيجي أبي الضم يمكن ما تبي أن يكون بعض المال في يدي مزه يراهن كي برد دشيو دابي يعني تبرد دشترا بالنهين كي تبدي بيش ويا أو أن لا يتصرف العامل دونه ويا مجتك كابو كارب كتير خبتي أما بيجي تنك. يعني وق أوجي جيرات كي وق رقيبك نك أو. كي كتير أديه كي جت جيت كت سالم من سالم. أو صا أو كذيك ماله فسر العقل قطعة نابوسا. قال يعني جاب بي أميبا قال في الكفاية وصورة المسألة أمن أن يكون الغلام معلوما غلام بليما بالمشاهدة أو الوصف كي جان كولا أو بيرابا فإن لم يكن معلوما دي صار فاسد العقل أو كي جان كولا بيرابا أو جنب نبليبا دي صار بازار بطالة ووظيفة العامل إجاوي أم عاملي هاني تشخ خزمة بك التجارة وتوابعها أو التجارة بك و تشتكو تابعي تجارتنا وان تشتاك شبابي بك مثلا كنشر السياب وطيها او ربع جلاب بك جلاب بطوينة لهم بكيسك نشاني مشتري يابدن يعني مثلا بي جلاب كرم بوي بري جلاب كرم مثلا وزرعيها وغيرها وزرعيها يعني فان جلاب جبلاك زرعون مترمك مترم مترم وغير ذلك وش غيري وما سيأتي جنوب ببولا أنه عليه أبيان لسر تشيه أبيان لسر عاملية فلو قارده برا آل بيه كري فلا تسيم كري كري ليشتريه حنطة قوتي بي جنن بكري بفروشي فيطحن قوتي ببي هوركي ويخبز قوتي بكي نان تي جنن بسيني تي جنن بكي آربان آربان جي بكي نان ويبيعه تي نان بفروشي واخ 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 او غزلا يا او غزلا يا جيتي غزل كنت تي بن بكري اف اي بي منوي ينسجه تي بي دقمش بكي ويبيعه او تي بفروش يعني تي بن بكي مثلا بن تي بكي قماش قماش يفروش ايه ها فسد العقد فسد القراض النوم يعني اول سري يعني كنت فلا تسيم كي بيت شتكي بكي أبي هارا وصاب كده بقى أما كل سر الشرط بكي أوا نو شمالي أن الطحن ولو خبزة والنسجة ليست من وظيفة العاملي أما أنا نش قول أبو عاملين وهي أعمال مضبوطة أما أنا هيك عمل بلي أو كن يستأجر عليها جري أو رابع هنك يستأجر عليها أوي هنك خدمة شيء أيدي جري سلبي بقدر أبي الصاقط لي بقدي يعني اللي قارش بريته هذا ناقة يعني أوي رابع أجر تجارته بيجي بك أوي آيري خدمة شج منوي عامل بقدر فلا يحتاج إلى القراض عليها المشتمل على جهالة العوضين العجز ماله فلا يحتاج إلى القراض أبيان نم يحتاج بالقراض ما القراض عليها فلا يحتاج إلى القراض عليها المشتمل ام عليها راجبات شو ازونا دي ابونا شنو عم غزل طحن خبز لا يحتاج الى القراض عليها المشتمل على جهات العوضين الحاجه عوض بنا نبلي يعني كل تراتب بنا تراتب بنا كيفان بما تشان كبلي سجن يعني بالبانا ولا يجوز ان يشترط عليه شراء متابع معين شراء متاع معين نشرطة بل ندرسة كل شرط بكرسلي ببيت برطالك بلي بالصين مثلا كقولي لا تشتري إلا هذا السلعة إلا مثلا قماش بالصين ياتي إلا جنب بالصين ياتي إلا أبيض بالصين نوبة أو نوع يندر وجوده ياجي أو تشجير إبصينا دبي تشكي بصاب بصيني كو هبونا ويبرهندك أتشكي بصاب بيجا كقولي لا تشتري إلا الخيلة دي عصبات تلك إلا الخيلة البلقة البلقة بلق يعني
او شي قسمك هسبانه هسبي روانه مثلا بالغ هذا سبي يعني سبي صور سبي هشت نميه ها اما انا بيدر نابم هندك بيدر دمن قابا كنتو رابي وانا الشرط بكل سري معنا يعني على فيرا هو نابم يعني بفي شرطي اوام الندرس او معاملة الشخصين بعينه ياجي احمد تاني رأى لمن يبدي لا تبع الا لزيد نفرش الا بفرش زيدين او لا تشتري الا من ياج زيد بكره شو معنى ان المتاع المعينه قد لا يربح فيه تبارتالك معين بلكي جي كارتي تنا والنادر قد لا يوجد ابي نادر جي بيدر نابه او شغل على بين والشخص المعين قد لا يتاتى من جهته ربح في بيعين او شراء في انسان كنت بلا على بين بك نتدا كوردكم ونجي جانا تجي كارتي نابه نت بروتوم نت كريم ولا يشتري التعيين والنوعين يتصرف فيه نشرت كنت معين بك نوعك كنت تدا تصرفاتي ولا كريم يعني بيلا برا شكت تصرفاتي كبيرة بزنا نشر نشرت بل ولا يشترط بيان مدة القراض يا تبيجي مثلا حياة مهكي أبي بليت أسيمي أتكبت على بيك حتى مهكي أوكي وصا زمان يجي بليك نوبة شما فإن الربح المقصود نشرت نوبة نية نشرت 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 تمام فإن الربح المقصود منه لا ينضبط وقته أبي كارا كتير قسكرنجي نبلي يوي حياة كينجي بلد الربح المقصود كتير قسكرنجي منه جي قراضي لا ينضبط وقته وقتي نبلي نبلي مثلا طمال كدستيني أبي مالي أنا أصبرك حياة سيمة ها هيتو بفروش تاكار بكي إيه تجي رامي بلدكي بيجي حياة مهكي أو كار شنو بلكي شنو فلو ذكر مدة ومنعه التصرف مدكي بليك الماكي وما تصرفاتي بيا منع ذكا لو ذكر مدة ومنعه التصرف أو البيع كما في المحرر وغيره بعد فسد العقد شو ومنعه التصرف بقلت وما تصرفني قو منع دمك قول الفوزة سيدان أفهم فلو ذكر مدة تمام مدك ذكر كي وأنا ما صليت عيد سليم ما هي ومنعه التصرف أو البيع بعدها منعه التصرف يعني منعه من التصرف يا تصرفاتي منعه ذكاء منعه منعه عاملتك منع عاملك التصرف منع عاملك التصرف او البيع وغيره بعد هات بشتي مدينة وحتى صالكي ومن صالكي بشينا دا تصرفات تبيع مال فلوطان تنقد يا إيه لقيكي فلو ذكر مدة مدتك ومنعه التصرف منعه كش تصرفه يا البيعي بعدها فسده انظلامي تم هزل أذكر مانجي جيبين لهم إذن أنت دقتك تكتير مانجي تكتير دقيقتو مانجي نانا تب كرمانجي باوري أزل كرماني شتاقوين انظلام منه فلو ذكره اگر مالك مدته كي جعامل ربيجة مدتك جعامل ربيجة و پشتوي مدتي منعوي بك تصرفات تجارتي او دم عقد قراضي فاسد به راست تمام عين وقته بل كما في المحرر وغيره بعدها من منع من ومنعه التصرف ومنعه التصرف بعدها
بعد تلك المدة فسد العقد، عقد شرف صار، فإنه قد لا يربح فيها. شجيت دبكو كار نكر بهيت هذا كار نكر به أوتو ربي حتى في المدة كار نكر ولا بربي صح إيه وإن منعه الشراء بعدها ما بيت بشتي في ناكري فلا يفسد العقد، عقد ناجح فساد. شكي عندي وقت في بري مبدا من بري مبدا من لا شو مال كريه اطر اني الكاري بدا كاري مال بفروتان يا كارك من عاود كاش شراء تشكي نكراو تمام دبي حتى صالكي شربسي بكرة اه شلون كيف تبدا نكرة اذا قال دبي شيك مال كريه خلان دي كريني بدا كاري تمام بفروتان يا كارك فلا يفسد عقده في الاصل قول يصعد او عقد نفاصلة شمال حصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها حصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها يعني او كار حاصل بها لكن بوي بيع ابو كريه او ابو كريه بالبيع الذي له فعله وبيعه بكره بعدها بشتي تشب بشتي وين مدي بشتي وين مدي تشتكو او كريه شو كريه دات بلبنك وهي مالي بفرو شيء يا كارك والثاني قول الدياب يفسد يفسد العقل يعني فلا يفسد العقل مقول للتأقيتي للتأقيتك وقت ضانية شف صدي والله جبوا وقت دخيك لهم خشة عن ممكن هاني خشة وفي الروضة كأصلية حكاية الخلاف قوتية في قوله لا تشتري بعدها ولك البيع لا تشتري بعدها لا تشتري بعدها قلت يا بشتي بتشتري نكرة ولك البيع أما تقاري بفروشي قلت يا دبي هذا خلافة نفسها أنا قلت يا بيع فاصلة أنا قلت يا نفاصلة أما البردة قلنا يعني قلنا فاصلة وما هنا وإنما هو الشراء بعدها فلما فلما يعني وما هنا كالمحرر والتنبيه أشتري البردة وكمحرر تنبيه يصدق مع ذلك شامل سلبياته ومع السكوت عن البيع هما صادق في نكرة نبيت قريبة فروشيجي قال في المطلب وهو الذي يظهر اشتكوا ظاهر جدا أبا يعني قال بفروشي يعني يصدق مع ذلك مع ذلك ومع السكوت عن البيع شامل سلم هذا قسم جديا يعني مع السكوت عن البيعي بيعي نبي جاجي شامل سلطيها يعني قوتيا نكرة اما نقوتيا نفروشة كارا بفروشة وان اقتصر على قوله قاربتك سنة اما بيجا حتى الصالح وان اقتصر على قوله قاربتك سنة فسد العقد ابيا تاني بيجا عقد فاصلة وقيل يجوز ويحمل على المنع من الشراء ويحمل هنا ويحمل على المنع من الشراء ابي يطيح حمل كل سنة منع الشراء يعني حتى الصار قد سلبسي لبلش صار كيفا تنكاري بكري يعني كو ام بيجن تنكاري بكري نايم معنا كو تنكاري بكروشي تمال كريا حتى ويتشاغي دسة هيا تنكاري بكري جو بيبا لفروطان تكاري بكروشي يعني ويشترط يعني كده جينا خوينا خوينا دوم أمر حتى السلوي أو كده ساكنة مالية ويشترط كونه أي المشترطي من الربح معلوما بالجزئية شرطة ليس اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه ما تقول ذلك تمام ويشترط اختصاصهما بالربح والشراك ما فيه يعني قرأ هر دو جي دكار دا مشترك بن و قرأ عاملو تاجر هر دو جي مشترك دي هذي كاري بن عاملو و صاحب المال خصوصا يعني خصوصيات وان بكاري بن والشراك وان دكار دا بن دسرميان دا اشتراك وان تنة سيبان ايو خد مالي فلا يجوز الشرط شيء منه لغيرهما إلا عبد المالكي أو العاملي يعني ببيجن مثلا
para منو para ته قال بيجا هما para منو او para منو ته وهن كيش جات بدي مثلا كوري من يا تبدي اوبي من نابوسا الا عبد المالك يا عبد المالك او يجبك بارتاخي وان اول ارتاخي وان لا الا عبد المالك عبد المالك يجيك ويتاب خبته تجيو خورنه وخورنه فلان ببان تبديك يعني ببريني طبعا ياجي او العامل يا عبد العامل عبد العامل شغلي بقى حقي بيجي فما شرط له مضمون الى ما شرط لسيده تشتك وقت ما شرط كرنجيرا او تي ضم كرم بال ما شرط له تشتك بي شرط كرنج عبد مالك يرى او يا مضمون الى ما شرط لسيده تشتك تي شرط كرنج سيدي يرى او تي ضم كرم بالوي بيان يعني. شمكي جرا اكتنا حقتنا يعني او جبارا سيدي وجرا بلدان أبيا جت تم تضم كنيد أبيا تداي يعني أبيا وكي تشكي زيادة دي سيد يا فما شريت له من تشتكو تشرب كرن جبنا في غلاميرا مضمون إن ما شريت لسيدي تمام تضم كرن ببال تشتكو تشرب كرن سيدي را يعني إكسترا فارا فيا جت كنسة فارا سيدي ويا جبارا سيدي وتدان معنى بتشي سيدا يعني أبي تشتكي زيادة تبان كني بال. إيه تمام. سيدة بقى يعني. تمام. سيدة رادارة. تمام. خدمة كولي سيدة. تمام. ولا تشتكي بالشغل في خدمة في كولي ده تدي بلي مقدار كدي أبي تدي سيدة نك وتدي كوليش كولا رانا يعني. تمام مالك كولا تنش. ولو قال قارتك على أن كل الربح لك فقيران فاصل. أدري. آشتاب یا پی آله ویرش قرار بکه کار برای تفشتاب ابرجا قیرات فاسده شرط قیرات نمیشه و قیله قردن صحیح قیرتن صحیح نو صحیح یکاش گوتینا او یا به بازارش دبه و این قاله کلو لی آبه آله ویر بکه تفشم را فقیران فاسده لی صحابه گره شرد یادم و قیله ابداع گوتی ابداع ابداع چیه؟ ای توکیل بلا جعلی يعني وكالة دك تصدق كي وكيل وكيل خون وتهران كي بجعلك يعني وصا قارشين قاتشتك تناديك نابجي يعني تبش خلي أو هين كشترى بجي هما تلبي هذا أط وكيل من ذي على ذي بكوار هيك قوتي وصد به والأول في المسألتين ناظر إلى اللفظ أبي أول كما جو صانج ببججم الجترة بجاتها نوصى أردتك على أن كل الربح لك أبي ناظر إلى اللفظي بل لفظي ميبا شو بل لفظي ميبا وصاني إلى المعنى بني ناظر إلى اللفظي أي لفظ القرادي فلو سكت عنه نبجا أو أنك بجا كان قال خذوا وتصرف فيه والربح كله لك أبي بلاي دمتا نجمتتا بكرة تصرفاتي بك كوري تبج ترى أذي قرض صحيح دينك يتدي يعني أبننا قرادنا قرادنا دينا دينك يتديك إجا أو كله لي ببيجا تفجمرها فيبضاع بقام التوكالتك يعني كنت تريد توكيلي من اشتريتي في أوكيانك في بيع بضاعها يا بك هذه مالي بسينة يا تشكي بسينة تشب وكالتيا بسينة تجمرها تسينة نكو تكار مالي تشكي ديك وسيأتي بيان الأجرة في ذلك دبيا داج أي ورا بيان أجرة تاويك أو تشقاب ديك أخي يتشد كبائب أنا أيوة ويشترط كونه أين مشترتي من الربح معلوما بالجزية تشتكو تشكاري شرطك جيرا غير بليبة يعني يزدل خوي يعني نيبي نيبي جي ددوش ترى يك جويرا يك جويرا ددوش ترى غير بيا بليبة مثلا كان نسبة والسلس يا نيبي يا سيك فلو قال قارتك على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسدا على أن لك فيه شركتان شركتان يعني تبي
فارقات اشتي داي فارقات اي قوصة نوبة يا تجي ارتاغي اي ارتاغي چي ارتاغي رسال شخاصي يلا بلي بقى فاسد القراب نوبة او انه بيننا او نوبة مدى فلا صح الصحته يعني بيجي اوبي مالي دمتا لجبتته على ان لك في شركتنا ونصيبا نبجا على انه بيننا اضنا بين مدى أبيض به ويكون نصفين أو شغبة نيبي شما لتبادل إلى الفهم كمدنا بين مدى معنوي أواني أرتقي وصاني نيبي من نيبي يعني وصاني يفسدو قول الدية قلت يتشفى صادي شما لاحتمال اللفظي لغير المناصفة احتمال اللفظي هي قد مقصود دنا بين مدى ديمك نكو بن أرتقي نبكو مثل نم سل... نيبي تيان نصفتي منا يا دبكو بسلسة بجي أو كذا نوعا فلا يكون الجزء معلوما أو فا أو ببرشكو جرايا بلي نوعا ولو قال لي النصف جمرة نبي فسد في الأصع وبراوي بلي ناقة برا عاملة بلي ناقة برا قتلة بلي تك دي صاع عقد فاسدة والثاني يسوع شما ويكون النصف الآخر للعامل وقول نبي جمرة دبي قول الديار دبي دبي قرشي صحيح شنكي نيبي دمينيش شو دمج عاملة وإن قال لك النصف جترى أنا سيدة صالت أبي التلفون في عجلة تلتبج أنا بيت معزوكة يا الله بلي ولو قال لي النصف فاسد في وإن قال لك النصف جعامل ربي أجدمي مالي بقرة ببتلت تجارة بكاش نيبي كارش ترى اما فارق بلي ناقا صح على الصعيد نيفيش ترى لبي نيفيش ترى نيفي كارش ترى صحيحة ونصف الباقي شو اللي ما نيفي كارلوت بوين قال لك نصف يو لك نصف نيفيش ترى نيفي كارش ترى نيفي كاري معنا شما لأن روح فائدة المالي أبكار فائدة مالك شو زيدت بلي فهو للمالكي او شو فارا مالك الا ما ينسب منه للعامل الا او تشتكو نسبتك بالعامل او نسبيته ده بالعامل واجه درت ايد شو شو يراد منه ولم ينسب له في الاولى يعني فرق ما بين فيا ويا ده شكر خيات لي ولم ينسب له في الاولى شيء منه شيء منه جاكي جو نيبي جمرة اما نكو جترى تشخصي اني بدي جيت بكوارا وياه شكي تب فارا خوية مالا تب فارا خوية مالا عامل را تشكي بلي نكر جرا قولا اما جرا ديادا نيبي بلي كر ايشو نيبي دين ادمينش خوية مال را ومقابل الصحيح قوتي يشترط بيان مال المالكي كر عاملي همج مالك كر همج عامل لقرا فارا وان بلي بدا وصدر ولو شرط لأحدهما ايا كان عشرة من الربعي قوتي كاري دهشتا مالك يا عامل را يا صاحب المال را اول مالك را يا عامل را والباقي منه بينهما اي ماي اجتنا بين هذه هذا او ربح او ربح او ربح صنفين صنفين كرا قسمك كرا قسمك بلك شما يشترى فسد أبيات شفتها شما لأن الربح قد ينحصل في العشرة دي جانت كار شو بزور ده دقيقة إذ دهاجي دي فيها كاج إذ رات شما أو في ذلك الصنفي ياجي كار لوي قسمك وتقوتي أبي قسمي كارا وجمرا إيش هو كار تبدو ده فيفوت على الآخر الربح لسن مثل عاملي فيفوت على الآخر الربح فيفوت على الآخر الربح لسن إذني كار فوت به نوبة أبي عقلي فاصلة من بس هذا